اليوم قررنا ناخدكم معنا بجولة داخل مزرعة الأحلام يلي أنا سميتها مزرعة الأحلام السعيدة. بيسموها ببريطانيا Kingdom Farm، يعني مزرعة المملكة. كتير فيها أنشطة حلوة وكتير فيها ألعاب بتجنن. لايفوتكم الفيديو ويلا نبلش. جايز يلا نفوت على مزرعة الأحلام. جايز أول ما بتفوتوا بتلاقوا محل الألعاب. ماما هلأ فينا نشتري؟ لا خلو ده مو هلأ بنشتري، بس نخلص لعب وبدنا نرجع على البيت بنشتري آخر شي. اتفقنا؟ أوكي مامي اتفقنا. معناها أنا رايح بلش ألعب، ولح بلش ألعب جايز بهي الزحليطة يلي كتير حلوة. لحقني ماما. يلا روح طلع يلا. هلا بدي اطلع هيك لفوق وبدي انزل على هالزحليطة. يلا انزل. ماما عم تصوريني. بعد ابا ماما ماما داري بدي يروح معي. شوفوا نو جاي. يلا بحد ماما بدي فوت لجوات هداك النفق. لحقيني تعالي فوتي معي. شوفوا جايز في ورا مثل باب صغير بتفوتي عليه. في إله في إله مخرج من ورا سري. بس شلون خلو ده فيني فوت معه؟ يلا جو بدي شوفي الإنسان. استنى استنى ما يفهمش. أنا ويت أي قولي ينفع. أنا استناني. وراك استناني خالد. وينك؟ اتعال ماما استيشن. يلا هي هلا بدنا ننزل بها. استنى يلا روح فوت. مالي فايتة وراك والله أنا آسفة. فوت طلع من الجهة الثانية. ماما أنا جوا سمعتيني ولي أصيد. كيفك؟ باي. يلا هاي فات. رجع خالد لجوا لقلب هذا البوري. يستنى خالد جايتك. استنى استنى اجيتك. يلا طلع. وينك؟ هاي هاي أنا راجعة ماما بالعكس. وينك خلودة؟ كلياتها ألعاب وأنشطة وشغلات. إن شاء الله تنبسطوا معنا بهذا الفيديو. فهلأ بدنا ناخدكم جولة فيها. إن شاء الله تنبسطوا معنا بالفيديو. تشوف الأسد ماما في هون ترين قطار صغير بدي أركبه. أنا ترين ليكو ماما. فينا نفوت تعال. هاي القلعة؟ ماما استني لسلم على الزلمة. اوكي خليني احط حزام الامان. واو شو خلودة؟ لسه ماما مالي جاهز. استني شوي ما عم ينربط ساعديني. يلا حط الحزام خلودة. وي شايفيني جايز؟ شوفوا هذا اللي عم نطفق مدري شبه ماما كأنه فيه شي. هذا الولد اللي فوقنا جايز. شوفوا الحيوانات. واو أسد. يلا خلودة أنا وراك. شايفت لك روح. فيني
وصلنا جايز. ياي شو كانت حلوة يا مامي، وهذا الولد بفرض ضحك. لايكت بدك تركبها؟ والله حلوة، أنا كمان بركبها، ورجوني. آه شو حلوة. يا هلا بدنا نطلع لفوق. ويكم يلا خدوا كل واحد ياخد بالون. انزل معكم يا أول شيء. دادي بدي الأخضر بليز. يلا روحوا لأيكم. وحش وحش. يلا اطلعوا هلا، أنا بعد ما أصوركم بدي أطلع أنزل لحالي. ماما انتبهي إنك عم تصورينا، لا تنسي. حلوة أكون أوكي. يلا لح أحمل تبعي، أنا بدي هاي. يلا استنوني. جايتكم. استنى يلا انزل دادي. هلا بدنا نجرب البسكليتات، بس خلوده ما قدر يركبها لانه رجلي صار، فصار دادي هو يلي يسوق فيه وانا ركبت قدامهم. ماما يلا تعالي سوقي وراي بليز. في ترامبولين؟ يلا روح عليها. بده يروح خلودة على هديك الزرقة. يلا امشي امشي ونروح عليها ونشوفها. مامي تعي شوفيني وانا عم نطوت مثل السعدان. كايز شوفوني بتنط بتجي لتوصل لحالسما. واو خالد. هون حاطيلنا رسمات بالتعليمات انه لازم ما نلبس شوز، لازم ما نلبس شي برجلينا، ما نقلب تقالات. هون حاطين ما لازم نوقف على ايدينا. هون ما في اكل، ممنوع يفوت اكل لجوا. ما في كبار يفوت يلعبوا. وهون عم يقلونا اذا ضحكتوا، كل ما ضحكتوا كل ما صارت نطتكن اعلى واعلى. كتير حلوة اللوحات. نطتكن وينو خالي؟ يا ماما انا بعيد بعيد، كبري الكاميرا علي، اعملي زوم بتشوفيني وانا عم نطوت. مامي انا عم اقرب الكاميرا. انا راح اقعد هون على هاي الكراسي ارتاح شوي. رح اقعد شوي ارتاح واستنى خلوده. هاي قهوتي. شوب كتير مع انه في غيوم، بس لا يغيركم الغيوم، الجو عبوق كتير شوب. الحمد لله ما في شمس، كنا احترقنا. هاي انا عم بشرب قهوتي لبين ما خلوده يخلص لعب، وزوجي رايح عم يتفتل عم يشوف البارد كتير كبيره. هي لقينا هاي اللعبه، هلا بيركب وبيسوق فيها خلوده. يلا تعال. ماما بتطير العقل، ما لي مصدق امتى يصير دوري، بس الدور كتير طويل يا ماما. شو خلوده بدك تركب؟ لك لك انا اللي بدي اركب اكيد. هون بيعدوا بيجسفوا بقلب القارب بيحركوه. بتوقع متعبة لهون، بس متشوق خلودة انه يجربها. خلودة لقى هاي الالعاب المائية يلي وراي وحس حاله كأن لقى كنز. هي كتير حلوة صراحة. يلا خلونا نشوف كيف بدنا نركبه فيها. ماما يلا تعالي صار دورنا. I'll see my feet. Wait, the lady.
لنا ساعة عم نستنى على الدور. الحمد لله واخيرا وصلنا. بدي اركب بهاي. يا الله اخذتها البنت، خلص رح اركب بهداك. يا علينا ماما عم ياخذولي يلي عم نقيهم. يلا امري لله رح اركب باخر واحد. ماما زوريني وانا عم سوق الزورة. يلا خلو ده جهز حالك، هي عم تنزلكم واحد واحد هلا. ماما حاسس حالي خايف، ما عم بعرف سوق. يا ماما شو اعمل؟ حدا يساعدني يا ربي. لك خلوده على مهلك، سوق لقدام التنتين هيك لقدام تفشون بيقوم بيمشي القارب لقدام، لا تخاف. صرعني وهو بده يركب وبس وصل شافقنا صعبة وصار ينطرق برفقاته وبلش يخاف. شوفوا لي هالمناظر يلي حاطينها حوالين المسبح، شوفوا يعني عن جد شكلهم بيرعب، ما بعرف هذا شو عم يعمل. وهالمدافع، هذا مدفع، وهالاصنام اللي حاطينها ما بعرف شكلها بيخوف. انتو شو رايكم؟ اكتبوا لنا بالتعليقات. وهي خلص خلوده واخيرا رح تسحبه. كم عش خلوده؟ خلصنا من هلا. شفتوني جايز قديشني كانت شجاع، كتير كانت حلوة. لك هلك لك وشه شو أحمر. ديناصور ماما، لك كأنه عم يتحرك، هذا ليكون حقيقي. والله إنه بيرعب. قولي خلودة، هذا مو حقيقي، هذا بس هيك منظر على الكهرباء بيشتغل، لا تخاف. Is it scary خالة؟ ما بدي والله بخوش. Good boy. Bye dinosaur. Bye. Virginia يونا. هاي أرض الديناصورات، ما لح نفوتها لأنه عجقة. إذا صفى علينا وقت نجي لهون. شوفوا كيف تركبوا جوا وبتعملوا جولة. هون طالعين نحنا على مكان للسباحة، بيسبحوا بقلب الرغوة وكمان في مي عادية. هون عم يلعبوا بالبابلز. ماما أماني تعالي بسرعة لبسيني قبل ما تخلص البابلز. واو شو حلوة. جايز شوفوني وأنا كلها يارتني رغوة. يا الله شو حلو شكلي. ماما بدي روح غسل مع عدي حسين. طيب يلا روح على السريع، روح اختص ونظف حالك خلوده. يلا قوام روح شيك. حاسس حالي الرجل الثلجي، كثير حلو رجل الرغوه جايز، مو هيك؟ انا قاعده هون عم بستنى خلوده ليخلص سباحه، كثير مشوبه، في كثير العاب بتجنن، بس اجينا متاخرين مثل العاده، عطول نجي متاخرين ولح يسكروا، فان شاء الله نلحق نعملكم جوله بالتراكتور. جايز بعد ما سبحت وغيرت تيابي هلا عم نستنى التراكتور، بدنا نعمل جولة ونشوف الحيوانات، مو هيك دادي؟ بدنا نعمل جولة بالمزرعة. شو متحتر؟ وصل التراكتور واخيرا. خالد اجى التراكتور. واو هلا بدنا نركب هون ولا حاطه انا للحيوانات؟ طيب ثانك يو. يلا اطلعوا اطلعوا اطلعوا. وين دي اقعد؟ وهلا طالعين لوين؟ طالعين على التراكتور هلا، رايحين دورا نشوف الحيوانات. Which is the cattle grid, guys? Don't forget to breathe in. We made it. And
Give them a big smile, everyone. لكن خلو ده. لكن ورا قاعدين تحت الشجرة مشوبين. هاي ليك قربنا على البقرات. في بقرات خلو ده جاي. لا. جايز صفي اخر لعبه بدي العبها لانه بلشوا يسكروا مو هيك مامي خلينا نلحق يا ربي نلحق نركب دوره دادي دادي شفتني وانا عم سوق وشوفر دادي هفايف دادي هفايف يلا عوفت عالبيت خبزة وزيت شوفوا هالبيوت الصغيرة مقلزة هي شو لقيتوا هون مامي تعي خدي لنا صورة انا ودادي لك واو ماما شوفي هذا مثل المحل الصغير شو بدك تشتري دادي شو بتحب بدك قهوة مع حليب تكرم عيونك خليني دور وين في حليب استنى استني جديد بالمحل تفضل هاي احلى قهوة مامي صوريني بقلب المحل يي شوفي هنيك مامي يا شو لذيذ شو هذا مثل السجن عود خلودة ورا الكرسي هلأ أنت السجان بس بدنا نحط واحد نحبسه خلودة ماما لح أحبس حالي لأنه ما في حدا أحبسه أنا رايحة السجن جايز شوفوني وأنا قاعد بالسجن ورا القضبان النجدة انقذوني هيلب ساعدوني أنا بريء يا جايز وحياة الله بريء يلا خلودة حاجة لح يسكروا عم يقلعونا وهون بعد ما خلصنا وكنا كتير عطشانين أخذنا سلاش على فريز أنا مخلودة ولسه خلودة بده يلعب وعم يأشر لي على ألعاب ماما خلينا نجي المرة الجاية ونلعب شوف شلون لأنه جينا متأخرين ما لحقنا نلعب بالسوفت بلاي هلأ جايز خلونا نشتري لعبة وأنا بدي اختار الليجو لأنه أنا كتير بحبها وإن شاء الله هيك كونوا انبسطتوا وأنا بالفيديو وين مامي بدي من هاي مامي بليز. اوكي خلو ده يلا خدها وقول لمتابعينا باي باي صار وقت نروح هيك نكون وصلنا لشو لنهاية الفيديو خلو ده بدنا نقلكم باي فيديو جديد باي باي